بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي يومك، حلقة جديدة، فقرات جديدة. نمسوا عليكم وإن شاء الله مساءكم سعيد يا رب، ونمسوا على زميلنا علي. مساء الخير، كيف حالك اليوم؟ تمام الحمد لله. كنا نهدرزه كيف حالك؟ كان هدرزه شوية. أهلا بك عمير، وأهلا بكل المشاهدين اللي انضمونا حاليا باش يحضروا حلقة اليوم اللي أكيد حتكون كالعادة متنوعة، الضيوف مختلفين، وأيضا مواضيع حاليا قاعدة منتشرة بشكل كبير. مزبوط علي، نذكركم تقدروا تتواصلوا معنا على صفحة البرنامج الظاهرة على الشاشة وتبعتونا آرائكم وكل مقترحاتكم. أكيد خلينا نمشي للبداية اللي حتكون اليوم بموضوع نواجهه بشكل يومي، هو الضخ الإعلامي الكبير لكل ما يرتبط بجائحة كورونا على منصات التواصل الاجتماعي. ما ينشر يوميا وما نقرأه ونشاهده، كيف نتعامل معه وكيف يؤثر على نفسيتنا؟ هذا الموضوع حنناقشه مع الأخصائية النفسية والتربوية سلام عاشور. مساءك سعيد سلام. مساءك خير يا رب. مساءكم خير لكم المشاهدين. في سلام. أمين يا رب. السلام للجميع، نتمناها إن شاء الله. أنستينا طبعا مرة ثانية في برنامج يومك. خلينا نبدأ في البداية بشكل عام، اليوم بعد مرور سنة كاملة على فيروس كورونا، هل مازال الضغط والأخبار الكاذبة والمغلوطة تأثر عليه الناس بشكل عام؟ أكيد، يعني هو إيش أكيد. بالبداية بدي أشير أول إشي لوسائل التواصل الاجتماعي، هي منصات أنشئت خصيصا لتبادل المعلومات والمحتوى بين المستخدمين. هلأ شو المعلومات وشو المحتوى؟ هو هذا موضوعنا لليوم. ننتبه كتير للمعلومات اللي نتبادلها مع الأشخاص الآخرين، إذا كانت أصلا من ذوي الاختصاص أو إذا كانت تتضمن بعض الإشاعات، لأنها غالبا ومع جائحة كورونا عم نشوف كتير معلومات، وعم نشوف في كتير بتداول الناس أحاديث أو معلومات هي مش من ذوي الاختصاص ولا هي حتى يعني بتهم هذا الموضوع. فإن شاء الله اليوم رح نحكي في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي. كم في المية تعتقدين بأن الكلام أصبح أو التعليقات على السوشيال ميديا تؤثر على نفسيتنا أكثر من الكلام الواقعي أو الفيس تو فيس؟ يعني هل أصبح كلام مؤثر بدرجة كبيرة ولماذا؟ نعم، هي التكنولوجيا أصلا سلاح ذو حدين، فيها شيء إيجابي وفيها شيء سلبي. هلأ إذا إحنا تعاملنا بطريقة صح مع وسائل التواصل الاجتماعي حيكون إلها نواحي إيجابية، بس إذا كان التعامل مش بطريقة صح حيصير إلها بعض المشكلات أو النواحي السلبية، ومن ضمنها اللي حكيتي عنه إنه التأثير والتأثر. يعني أنا مثلا لما يكون عندي أي مشكلة اجتماعية نفسية صحية أو أي إشي، قديش أنا بنشرها لوسائل التواصل الاجتماعي وقديش بتلقى من هاي المعلومات برضه، هي يعني كتأثير وكتأثر. طيب الارتباط بوسائل التواصل الاجتماعي غير التأثير، يعني هل يعتبر شيء ربما يكون كويس للشخص انه هو يكون مواكب لكل ما ينشر، يكون ابديت بشكل مستمر لو كان في اي خطر محيط به، او على العكس الارتباط احيانا يكون سلبي؟ اذا كانت خلينا نحكي انه في، اذا كانت في كذا تطبيق على التليفون، زي ما بحثت مره انه اذا كان في 4 تطبيقات موجوده على تليفون الشخص وبيحاول ياخذ كميات كبيره من هاي المعلومات، قديش يصير عنده تصنيف او فرز لهاي المعلومات اللي بده يتلقاها، قديش الارتباط هون. ما بدنا نوصل لبعض المشكلات اللي ممكن تكون نفسيه صحيه مثل القلق، الاكتئاب، او حتى الادمان، اذا كان في مواقع او كميات كبيره من المعلومات وبده يضله ابديت دائما وبده يضله على طول، حتى بأثناء المهمات بتلاقيه بضله كل شوي يشيك على التليفون. هاي هي احنا وصلنا هون لمشكلة، انه في عنا صح انه صار عنا هون مشكلة هي ادمان او لمواقع التواصل الاجتماعي. نعم. لماذا دائما نتجه للأخبار نحبه او دائما نكتشفه او حتى نتابعه الأخبار المفبركة؟ هل نفسيا نبحث عن ماذا بالضبط في هذه الأخبار يعني؟ تماما. هلا كل شخص عنده اهتماماته. صحيح. كل شخص اكيد لما بيفوت مواقع التواصل الاجتماعي رح يشارك بالصفحات اللي بيميوله اكثر، بالاشياء اللي ممكن تعجبه اكثر. بس هون نقطه كثير مهمه، انه قديش احنا بناخذ المعلومات من الناس الصح. يعني عم نشوف بالسوشيال ميديا ناس مؤثرين وكثير ماخذين مثلا مساحه كثير كبيره بالسوشيال ميديا، اغلبهم بتكون لدعايات مثلا او محتوى غير هادف. فانا بدي اشوف ايش بالضبط الناس اللي ذوي الاختصاص
الأشخاص. مثلا أنا بحب أتابع الأخبار الصحية مثلا زي جائحة كورونا، بدي أعرف من ناس من أطباء مختصين من هاي المعلومات. حتى عن المطاعم هلأ في ناس عم تتداول إشاعات ومعلومات كاذبة، فقديش مهم أني أنا أتداول من مواقع صح وهي صحيحة. فعليا بتهمني. طبعا مش عارفة أنا حنذكر قصة هنايا أن مثلا في بداية جائحة كورونا من كثر الأخبار اللي كانت تنتشر، طبعا مغلوطة أغلبها، كانت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلت الناس تخاف وتلتزم بالحجر وتقعد في بيوتها. اليوم لما بدأ كل شيء واضح، الناس بدأ عندها ثقة إلى حد ما ومش ملتزمة بشكل كبير، برغم أن هذه الأخبار كاذبة. خلينا نتكلم عليه شخصية الناس ربما اللي حاولوا أن هم ينشروا على مواقع التواصل الاجتماعي. هل الموضوع يرجع لعوامل نفسية معينة، أن تلقيه فايت باسم وهمي ينشر في أخبار مغلوطة من نسج خيالة طول الوقت؟ هل الناس هادم عندهم مشكلة ما لازم يتعاملوا معها؟ نعم، هما شخصية واقعية وشخصية افتراضية. دائما بمواقع التواصل الاجتماعي بنلاحظ انه الناس بتحب الانا الاعلى، تبرز دائما انها كتير مثاليين وكتير ايجابيين وكتير الحياة عندهم وردية. واحيانا زي ما حكيت انه برضو في ناس مهمتها لا بالعكس المشاكل النفسية اللي هي بتعاني منها بتحاول تنشرها للناس. صحيح. بتحاول مثلا عن طريق اسماء وهمية، عن طريق معلومات كاذبة بتخوف فيها الناس، بتثير الرعب بين الناس. هذا الاشي عم يعمل عنا قلق، توتر، اكتئاب. قديش أنا بدي أكون حريصة بمواقع التواصل الاجتماعي مثلا إذا شفت أي معلومة ما تأثر على يومي، وبنفس الوقت أنا إذا عانيت بأي مشكلة أني برضو ما أنشرها وأثر الآخرين فيها. صحيح. طيب عندما نتحدث عن هذا الموضوع من ناحية أخرى، يعني ربما في بعض الأشخاص غير راغبين في السوشيال ميديا بشكل كبير، يعني ربما غايبين، ربما يعرفوا بأن أخبار كاذبة مفبركة إلى آخره، لماذا دائما يوصفون بأنهم مش متابعين التكنولوجيا او ما يحبوش التكنولوجيا او اجتماعيين اصلا؟ بالضبط. هل هذا صح ام غلط؟ يعني هلا بالوقت الحالي ومع جائحة كورونا واللي صار بصراحة عم نلاقي لدور الوسائل التواصل الاجتماعي كميات ضغط كبيرة، فأغلبها صارت للتعليم. إذا مثلا الواحد ما بده يفتح عشان التعليم للعمل، اضطر إنه يفتح عشان التدريس مثلا أو العمل. صحيح. اضطر مثلا عشان يتواصل لأنها مثلا سكرت المطارات، أغلقت الطرق، اضطر إنه يتواصل مع مثلا مع الناس اللي بده يتواصل معهم. فهم يعني كميات الناس كتير قليلة اللي بطلت يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، اكثرها صار انه لو حتى ما بده خلال جائحه كورونا اضطر انه ينزل كذا تطبيق حتى انه يقدر يواكب صح العصر. لكن في حتى هي بسبب جائحه كورونا في نفس الوقت انه لاحظنا ان مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تتمادى اكثر. يعني احنا في البدايه بدينا بتويتر، مجرد كلمات، عدد محدود من الكلمات ممكن تنشر، دخل بعد الفيسبوك مجموعة كلمات مع صورة، دخل بعد الانستغرام، اليوم بدنا تيك توك وما عادش في شيء اسمه خصوصية. يعني هل فعليا مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة تنتهك في خصوصية الشخص، والشخص قاعد يساعد في الموضوع هذا؟ جدا جدا، يعني هي بس بتكبس على الاسم بتلاقي كل المعلومات موجودة. أكيد. حتى التعليقات اللي كنت معلقها بنفس الاسم حتى لو كانت من سنين ترجع بتلاقيها موجودة. فهون كتير مهم، حتى نقطة ننتبه عليها كتير، هي قديش التنمر الإلكتروني. صح. هذه كتير المعلومة مهمة، وقديش في دراسات بتحكي إنه واحد من كل خمس أشخاص استعملوا مواقع التواصل الاجتماعي هم تعرضوا للتنمر الإلكتروني. فمن نكون كتير دقيقين وكتير ننتبه، مش إنه هي بس وسيلة للترفيه وتسلية. طبعا. كمان فيها ناس ثقة وناس ذوي اختصاص، وما نعطي كتير مساحة كبيرة للناس اللي بتكون مثلا محتواها غير هادف أو دعايات وإعلان. لا، إجا دور إنه أصحاب الاختصاص يطلعوا تربويين، نفسيين. صحيح. أطباء. صح. حتى إنهم ينشروا الوعي الاجتماعي والثقافي بين الناس. هل أنت مع ربما التعبير اللامحدود على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان رأي، سواء كان شخصي، اجتماعي، ثقافي، في أي مجال يعني؟ نعم أنا مع، ولكن بدي أنتبه إنه هذا التعليق أولا هو يراعي ديني، أخلاقي، عاداتي، تقاليدي. نعم. ما أنشر معلومات فيه مغلوطة، مثل ما حكيت يراعي قيمي ومبادئي، وكمان ما يسبب أذى للآخرين. يعني من موضوع التنمر بنرجع بنحكي إنه ما يسبب أذى نفسي للناس الثانيين.
ايضا مع مواقع التواصل الاجتماعي اعتقد والحريه المطلقه. صحيح. يعني من ناحيه اكاديميه الناس اللي تدرس ديجيتال ميديا بشكل عام او سوشيال ميديا ديما يشبهوا في مواقع التواصل الاجتماعي ان هي صوت الناس اللي ما عندهاش صوت او مش قادره توصل فكرها. لكن الفترة الأخيرة بدنا نشوفه في قبل التطرف معروف بشكل واحد اليوم أصبحت في أشكال عدة من الحرية الزايدة. عديدة. صحيح. كيف ممكن الناس يتعاملوا مع احنا تو كل اللي ذكرناه تقريبا سلبيات إلى حد ما على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف الناس ممكن يتفادوا السلبيات هذه أو يتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ سؤال كثير مهم. اولا اذا كان الشخص خلينا نعتبره انه بيشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي بده يكون اول شيء مثل ما حكيت انه كان في سلبيات، بس خلينا نذكر شوي من هاي الايجابيات. انها استعملوها للتعليم، مع التعليم عن بعد اصبحت شيء كثير ضروري وجود وسائل التواصل الاجتماعي، كمان للدراسه استعملوها للعمل، اغلبهم مكاتبهم صارت بالبيت. اها فهون يعني من هاي من بعض الايجابيات اللي كانت، حتى في شركات كبرى او ناس كانت تشتغل حرف يدويه لقيناها عم بتروج لبعض منتجاتها وعم توصل لهاي المنتجات، فهي مش كلها نواحي سلبيه، كمان في بعض النواحي الايجابيه. مثل ما حكيت اذا استعملت بالشكل الصحيح هي فعليا بتساعد، ولكن ما نبعد عن مثلا او خلينا نحكي مش الاستعمال، الجلوس لساعات طويله هاي اللي بتبعدنا عن العائله، بتبعدنا عن الاصدقاء، بنضيع ساعات طويله بدون مثلا رياضه، بدون اكل صحي، بدون حياه يوميه حقيقيه اللي هذا اللي بندور عليه اكيد. بالرغم انه هو مسيطر على حياتنا بشكل كبير الا انه يوصف بالعالم الافتراضي. بصراحة أنا لا أشوفه عالم افتراضي، بشوف أنه هو مسيطر على حياتنا بشكل كبير ولكل فئات العمرية ولكل المراحل حتى العمرية. يعني لماذا؟ أصلاً أصبحت حياتنا اللي عايشينها هي الافتراضية. العكس أصبحت صحيح. هاي النقطة كتير مهمة، إحنا ما بدنا نوصل لدرجة الإدمان أو أنه تصير حياتنا هي فقط في العالم الافتراضي، لا، إحنا بدنا نفرق بين العالم الحقيقي، وجود العائلة، وجود الأصدقاء الفعليين اللي أنا أصلاً بعرفهم وبتواصل معاهم، وجود الأهل، وجود الدراسة، وجود ممارسة المواهب والهوايات. كمان إذا زاد عندي وقت مش غلط إني أكون على التواصل الاجتماعي حتى إني أعرف أخبار العالم، أعرف المعلومات الصحيحة. يعني ما بدنا تسيطر هاي الحياة الافتراضية على حياة الإنسان، هي مش صح. يعني إحنا هون بنحكي ممكن وصلنا لدرجة الإدمان إذا صارت كتير عم بتكون موجودة بحياتنا ساعات طويلة. صح. والشركات كلها مواقع التواصل الاجتماعي اليوم إلى حد ما حاولت إن هي تنشر أدوات للتحقق من المعلومة بشكل عام، مكافحة الأخبار الكاذبة. وفي نفس الوقت اليوم أصبح من ناحية أكاديمية يدرس موضوع السوشيال ميديا حتى يعلموا الشخص أمتى الفترات اللي ممكن يقعد فيها على السوشيال ميديا، كيف ينشر البوستات، كيف ينشر قداش بين البوست والبوست، الصفحات اللي يتفاعل معها. لو تحكي لنا شوية على الموضوع. صح. هذا هلا في دورات بتنعمل لوسائل التواصل الاجتماعي كيف الاستعمال الصحيح لإلها، وكيف خصوصا إذا كانت لهدف التسويق أو التجارة، يعني من ناحية اقتصادية هي فعليا بتساعد كتير. هاي نقطة. النقطة الثانية إذا ما بدنا يعني نكون بالأعلى من ناحية البيت، هي من التربية الأسرية بتيجي. يعني مثلا عم نلاحظ إنه عم تطلع تطبيقات أغلبها عم بتكون بتخص الأطفال، حتى عم يستعملوها أطفال مع إنها معارضة للسياسات الخصوصية مثلا أو سياسات بعض المواقع إنه يكون فوق 13 سنة. عم نلاقي فئة من الأطفال وبتتوجه لهم فعليا، هي تطبيقات عم تتوجه لهاي الفئة. فهون بيجي كمان قديش رقابة الأهل، قديش دور الأهل مهم. بنعلى لفوق دور العائلة، إنه ما ننسى دور العائلة. بعدين للاستعمال الصح إذا كان في غرض زي ما حكينا، غرض علمي، تعليمي، صحي، ثقافي، اجتماعي، ممكن دورات نلتحق فيها حتى تكون إنه تعطينا النتيجة الإيجابية اللي إحنا بدنا ندور عليها. مزبوط. يعني مش حنتكلموا عن الإيجابيات والسلبيات لأنها أصبحت معروفة يعني. صح. ولكن زي ما نعرف خير الأمور أوسطها زي ما تكلمتي حضرتك. يعني ربما لو تقولي يعني نصيحة للمشاهد اليوم عن وسائل وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت إشي مفروض علينا وإشي كتير واقع. أول معلومة هي لازم نتأكد من المعلومات اللي عمالها بتنطرح لنا، وما أبادل أو أشارك أي معلومة أنا مش متأكدة منها أو من مصدرها الموثوق. اثنين، ما أحاول أعرض حدا لأذى نفسي اللي هي التنمر الإلكتروني، كتير أنتبه إله. وقبل ما أنشر أو أشارك أي محتوى أو أعلق أي بوست أو أي تعليق، إنه أتأكد إنه بناسب ديني وأخلاقي وبلدي وتقاليدي وعاداتي. هدول
من الاشياء المهمه. طيب قبل بس انا سؤال استدراكي لانه مهم ان انت لخصتين القواعد بشكل سريع. مهم جدا ايضا الناس تعرف موضوع الامن الرقمي، كيف ممكن يحموا بياناتهم اللي موجوده عندهم، وفي نفس الوقت كيف ممكن يتعاملوا مع اي بيانات اخرى وحسابات اخرى ممكن يضايقوهم الى حد ما. صحيح، عم نلاقي كمان بهذا الموضوع بشكل عام عم تنتشر كثير ندوات الكترونيه عم تنعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، هي من قبل خلينا نحكي ناس مختصين او مثلا بيشتغلوا بالامن او بالامن خلينا نحكي الالكتروني، عم يعطوا دورات للناس انه كيفيه اذا صار عندنا اي مشكله او انتهاك للخصوصيه لوين تتوجه، لاي جهه تتوجه. هاي كثير شيء مهم. صحيح. يعني اذا تعرض لابتزاز او تعرض لعنف او محتوى دار، شو الخطوات اللي لازم انك تعملها. هاي نقطة كثير مهمة، ومن وين احنا بنجيبها غالبا بتكون مذكورة بالسياسات اللي احنا بنعمل دايما عنها سكيب. اها فهي كثير مهمة انه لازم نقرأها. بصراحة الوقت يعني مر بسرعة معك أستاذة سلام، شكرا لك، كل الشكر لوجودك معنا اليوم، موضوع مهم ناقشنا فيه وأكيد استفدنا منه. أكيد طبعا شكرا لك، احنا ما زلنا بنكمله لكن الحظر فبس عشانك يعني. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله تكوني معنا موجودة في مواضيع تانية باش الناس يستفيدوا أكثر. شكرا جزيلا إن شاء الله. شكرا كثير لكم. شكرا للمشاهدين. شكرا لك. حنمشي الفاصل لمشاهدينا، مكملين معاكم حلقتنا وفقرات عديدة، خليكم معنا. والميثاق الذي يجمعنا والنصوص التي تحمي حريتي وحريتك، هو قوانين تضمن العدالة والحرية لك وله. الميثاق. وكل مشوار نبدو من الأول حكايتنا، وكيف صعد نجمنا لسلم النجومية، ولازم نبدو الرحلة من الأول ودرجة درجة. في العقالة زلة كان درب من بعد، العقالة زلة كان درب من بعد. على الرواق ووسط الحكي تجهز ضيافتنا من عاداتنا وتقاليدنا وفخيمتنا، نجي نسوق ونحكوا الحكاية من البداية، والموسيقى تصاحبنا ونستمتعوا بها ونسمعوا أعمال خالدة من أعمال الزمن الجميل. كيف نوصف الناس وتعالي فوق النجوم اللي شغلها حالي، وعداينا ما تفشروا وها وما تشمتوا بعد الوضع السفينة، في قلبي رمان ساد الروح خلاها بعيني عيني رمش العين. استنونا في نجوم الزمن الجميل الموسم الثاني. اهلا بكم. عرفها عندي. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا، ما زلنا مكملين في حلقه اليوم من برنامج يومك، موضوع جديد اللي يعتبر تبرع بالاعضاء واحده من الاعمال الخيريه اللي طرأت على مجتمعاتنا مؤخرا، واللي ممكن يكون لها اثر كبير في مساعده هلبة اشخاص محتاجين.
صحيح علي، من أجل تدعيم هذه الفكرة وتعميقها مجتمعيا تم إشهار المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء في مدينة مصراتة. الحدث أقيم في مركز مصراتة الطبي وسط حضور كبير جدا تخلله تكريم عدد من المتبرعين وحتى عائلاتهم. حنتكلم أكثر عن هذه المنظمة مع ضيفنا الأستاذ محمود ميلاد أبو دبوس، رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء، هو معنا على الخط. سيد محمود، أهلا وسهلا بك، أنسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية أرحب بقناة ليبيا. أهلا وسهلا بك. وإلى جميع الأخوة العاملين والجنود المبدلين لهذه القناة الرائعة. شكرا لك، مشكور. أهلا وسهلا بك أنسنا سيد محمود. في البداية لو تكلمنا على النشاط الجمعية وأهدافها، لأن كموضوع اللي هو التبرع بالأعضاء الناس تخاف منا شوية الموضوع. صحيح. هذا، فلو أنت توضح لنا الصورة أكثر. في البداية طبعا الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أنكم تعلمون أن التبرع بالأعضاء البشرية أصبح من الضرورات الملحة التي أصبحت تتطلبها مواجهة الأعداد المتزايدة من المصابين بالفشل الكبدي والكلوي، ولا سبيل لإنقاذ حياتهم إلا من خلال الزرع، حيث إن ذلك يحتاج إلى رفع الوعي ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء بمختلف الوسائل المتاحة وعلى مختلف المستويات، وديان ذلك تفصيليا من الناحية الشرعية والقانونية، حيث أنه في هذا الاتجاه هنالك عدد من المرضى والمتبرعين والزارعين وأهليهم، بالإضافة إلى عدد آخر من العناصر الطبية والطبية المساعدة تبدو رغبتهم السابقة وحماسهم الشديد في إنشاء المنظمة الأهلية لدعم التبرع بالأعضاء على مستوى الوطن. حلو. وفي هذا الوقت الذي نحيي ونبارك فيه الهيئة الوطنية لزراعة الأعضاء والأنسجة والقرية في دعمها لهذه المنظمة. طبعا أيها الأخوة المشاهدين، الحقيقة الآن الأعداد تتزايد بشكل كبير جدا على مستوى الوطن في أعداد مرضى الفشل الكلوي والكبدي والقرنية والمقنعة الشوكي، فتطلبت وجود هذه المنظمة وتم إنشاءها بإذن الله يوم 2/12 بطرابلس بدعوة كريمة من البروفيسور حتاوش فرج حتاوش. حقيقة كانت وكنا موجودين من جميع مدن الوطن، من شرقنا الغالي إلى جنوبنا الحبيب في طرابلس، وتم حقيقة بدعوة كريمة من البروفيسور على أساس لازم أن يشاهد المنظمة لتحد من العدد المتزايد من مرضى الفشل الكلوي، حقيقة أرقام كبيرة جدا جديدة. نعم. طيب عندما نتحدث أستاذ محمود يعني عن هذا الموضوع الحساس والمهم جدا، يعني بالنسبة لثقافة المجتمع، هل منتشر هذا الموضوع بشكل كبير ولا ربما بشكل نسبي أو محدود؟ بالله لو سمحت عاود السؤال. نعم، موضوع مهم جدا وهو التبرع أكيد بالأعضاء، هل منتشر في المجتمع ثقافيا برأيك، يعني حسب رأيك؟ للأمانة بالتأكيد على مستوى العالم الإسلامي ثقافة التبرع حقيقة تعتبر نسبة بسيطة جدا، والآن نحن بسيطة ضرورة حقيقة. معاش أمامنا أي حل إلا أن نقوم بثقافة التبرع. أخذنا الفتوى من دار الإفتاء الليبية، من مركز البحوث الإسلامية في السعودية، من المجمع الإسلامي، جميع علماء الأمة الإسلامية، وهذا هو الحل. والآن تم افتتاح فرع أول أمس فرع المنطقة الوسطى بمدينة مصراتة، وحقيقة حضره عدد كبير من نواب الأمة الليبية ورئيس الهيئة العامة للرقابة، عميد جامعة مصراتة، دار الإفتاء، الزكاة، حقيقة المهتمين المختصين. وحقيقة الآن أشعر وأنا مرتاح جدا بأن هناك نوع من الارتياح لثقافة التبرع. حلو. اليوم أتت عائلة إلى مكتبي وأبوهم حقيقة يغسل منذ فترة، وأتى ابنه على أساس أنه هو يريد استكمال الإجراءات ونكون معه في التبرع لوالده. اليوم يوم مبارك، والثقافة بإذن الله ستعم ليبيا بإذن الله سبحانه وتعالى. حلو، ممتاز جدا. وأنت قلت الثقافة مش منتشرة بشكل كبير، لكن احنا لما نشوفوها ربما من حاجة
أو من ناس يبدأ واجب عليها أن هي تتبرع، يعني زي ابن يتبرع لأبوه أو أمه، يعني هذا أقل شيء ممكن يقدمه له من قدام اللي معاه. الأم تتبرع لابنها، أكيد الأم معروفة مش هتسيب ولدها، يعني تقول لك ولدي يبقى مني، هذه على صعيد عائلي. لكن أنتم اليوم مفروض تواجهوا موضوع أن تنشر الثقافة في المجتمع، عادي شخص يبي يدير خير والله غيره يعرف حد يعاني ومريض يمشي يتبرع له. هل حتخدموا على الخط هذا مستقبلا ومجهزين خطة للموضوع هذا؟ بالتأكيد طبعا. للحقيقة وللأمانة في إطراب لسه مقر الهيئة العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والتنوع. حقيقة الهيئة هذه طبعا من فترة طويلة جدا قامت بزراعة 425 كبد وكلى، ونسبة النجاح للأمانة 97%، وهذه نسبة عالمية جدا. ترتيب ليبيا الآن من ناحية زراعة الأعضاء ترتيب 23، وهذا يعتبر الحقيقة إنجاز. المدة القريبة الماضية تم توطين زراعة الأعضاء في مدينة مصراتة بزراعة الكلى والكبد بمركز مصراتة الطبي، والنخاع العظمي بالمعهد القومي للأورام، وكذلك في مدينة بنغازي بإذن الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الآن يعني ارتياح كبير جدا في ثقافة التبرع بالأعضاء. صحيح هي صعبة، وتم حقيقة اجتماع كبير وتم حضوره من قبل وزارة الداخلية بخصوص وضع بطاقات شخصية والبطاقات رخصة القيادة وكتيبات المركبات بخصوص التبرع. إذا كان هو يبي يتبرع حيا أو ميتا يعني بإذن الله. على سبيل المثال ليبيا الآن فيها قرابة 6500 فشل كلوي بإذن الله، على مدى 7 سنوات بإذن الله حتصل قد يكون العدد 200 أو 300. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. حاجة ثانية سيد محمود، الناس أحيانا اليوم ربما هذه كلها قاعدين يسمعوا في الكلام تو وربما يشوفوا نشاطاتكم، لكن يبدأ عندهم هاجس اللي هو موضوع يقول لك أنا نمشي نتبرع، لكن ما نعرفش مدى الشفافية عندهم شني. كيف حتتعاملوا مع الموضوع هذا؟ كيف حتخلوا الناس يوثقوا ان لا اللي قاعد يصير راي ماشي انه ينقذ ناس تانية؟ راي انتم قاعدين حتنقذوا ارواح تانية في مكان تاني؟ للأمانة طبعا يتم الزراعة بالضوابط الشرعية والضوابط القانونية. بالنسبة في ليبيا يكون كتيب العائلة طبعا، ويأتي المريض وقريبه الذي يريد أن يتبرع بكلى الدونر، ويكون معه الأوراق الرسمية الثبوتية اللي هي كتاب العائلة، ويكون درجة أولى أو ثانية أو ثالثة فقط. وتتم حقيقة الزراعة في الهيئة العامة لزراعة الأعضاء بطرابلس، وهذا حقيقة يعني للأمانة هذه الهيئة يعني ترتيبها قد يكون والله العظيم الترتيب الأول على مستوى الوطن العربي لحقيقة، لأن يترأس هذا المرفق الدكتور حتاوش، وطبعا وفي مجلس التخصصات العربية رئيس قسم الجراحين زار 425 كيلو، رجل هو الفريق الذي معه للأمانة. الدولة الليبية صحيح تمر بظروف صعبة، لكن عن قريب بإذن الله هذه الحكومة القادمة بإذن الله برئاسة السيد عبد الحميد الديب رئيس الوزراء تتفاعل خير إن شاء الله خير بأن الدولة الليبية تتحول إلى الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. طيب يا رب. أستاذ محمود، يعني احكينا على حجم التبادل أو التعاون بينكم وبين كل المؤسسات الصحية أو حتى المستشفيات، كيف تصف هذا التعاون؟ حقيقة تعاون ممتاز جدا. على سبيل المثال الهيئة العامة لزراعة الأعضاء ومستشفى طرابلس المركزي حقيقة وقفين معنا تبرعون بمقر، ايضا مركز مصرات الطبي في المنطقه الوسطى تبرع بمقر وتبرع بكافه الامكانيات ذات تحت امركم. وفي بنغازي حقيقه مركز الكلى ببنغازي، وفي شبه قريبا، وفي المدن الكبرى في الزاويه في البيضه في الخمس، الامور باذن الله سبحانه وتعالى ماشي. الناس حقيقه شعرت بالمأساة، وتعرف ان ليبيا مرت بعشر سنوات حقيقه صحيح جاف، والان
نتفائل خيرا باذن الله بقدوم هذه الحكومه الجديده باذن الله. ان شاء الله يا رب جاي خير سيد محمود ورب يعطيكم الصحه للمجهودات اللي قاعدين تديروا فيها. ان شاء الله يكون في وعي بين الناس يوم بعد يوم، لان في ارواح ثانيه حتى هي قاعده تعاني اقل ما فيها، نخففوا عليها شويه. شكرا جزيلا لك سيد محمود انك انت وضحت لنا التفاصيل هذه. شكرا لك، بارك الله فيكم وجزاك الله خير. تحيه الى قناتكم الرائعه. شكرا لك ومزيدا من التالق والابداع ان شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. اهلا وسهلا، ربي يحفظكم، ربي يحفظكم جميعا، ربي يحفظكم. شكرا. موضوع مهم حنشوفه من زاويه اخرى عليه اكيد. طبعا حنمشوا لواحد من الأشخاص المتبرعين ونسمع وجهة نظرهم حول الموضوع هذا. حتكون معنا السيدة فاطمة قريفة وهي متبرعة لابنها. أهلا وسهلا بك سيدة فاطمة. مساء الخير. مساءك سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين بك سيدة فاطمة. مرحبتين بك. الله يخليك. الحمد لله نستينا. كيف حالك انت؟ كلكم بارك الله فيكم، حسنتم. الله يخليك، تسلم يا رب. بارك الله فيك، تسلم. ارحم والديك. الله يخليك يا رب، والدنا والديك. طيب عندما نتحدث عن موضوع التبرع بالاعضاء، ربما انت كانت عندك ليك تجربه خاصه بهذا الموضوع. للوهله الاولى لما فكرتي في التبرع بينك وبين نفسك، ماذا قررتي؟ كيف كانت الشجاعه عندك؟ كيف انطلقتي يعني؟ والله يا بنيتي من اول ما اولادي قالوا ربي يحفظه لك. لو تفشل الله امين. قلت ليه بتبرع له؟ اول ما علي ربي يا وتنصح كل اللي عنده مريض وعنده كيف استطاعه انه يتبرع. التبرع ما فيه شيء وكويس، ينقذ الانسان من هاي التبرع اللي هو فيه. والعذاب اللي شايفه، انا ولدي تعذب واجد والله، تعبت معاه واجد. ربي يحفظه لك. من يوم الحمد لله اللي والله من يوم اللي سافرنا ودرنا العمليه والله الحمد لله. الحمد لله. اولادي صحه زينه الحمد لله، وانا حالتي كويسه. وما زال عندي بنت حاطيني ربي ان شاء الله يمتعها وتحصل كله حتى يا ربي يشفيها يا رب. ان شاء الله. مع ربي يشفيها ويقضي الحمد يا رب العالمين. امين يا رب. ولكن انا ننصح كل الهل والاقارب والاحباب اللي عنده حد مريض وعنده استطاعه الا يعطي كثير، ترى ما فيهاش اي مشكله. هل كان عندك تخوف في الاول ولا الموضوع؟ لا والله العظيم انا عندي فهم ما خفتش منها، لان شعر بسم الله العظيم الحق. نعم. من اول ما كبدي حصتها في كبدي تعبت شيء، لان انا بدي انقض ولدي بس. هي خالت فاطمة الكبيدة حرفة، وربي يعطيك الصحة ويعطي كل أم صحة، لأن فعليا يعني الأمهات كلهم ما يقصروش مع صغارهم. طبعا هي تبرعت لأغلى ما تملك يعني الابن. طبعا هي قاعدة توصل بنيتي نحاول الله ربي يشفيها. والله بارك الله في المنظمة حتى هي وخليهم. نعم. علينا بارك الله فيهم. نعم. ان شاء الله. ولو طبعا سوريا الاردن وفي ليبيا كلهم التحفظ ان شاء الله ربي يعطي من هالقدر يا ابني. يا رب يا رب ان شاء الله. طبعا احنا حنوجه دعوه اول للسيده فاطمه لاي حد يبي يتبرع انه هو يتواصل معاكم ويتواصل مع المنظمه. الدكتور عيسى كواليت سلموني عليه واجد بالله عليكم. اي اكيد ان شاء الله يكون يسمع فينا اكيد. اي والله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بحاجه فاطمه. نعم. اي خلينا نسألوك على فترة العملية، لأن اليوم احنا نحاول نوروا الناس ثانية ونقولوا لهم كيف الموضوع يصير، باش يبدأ حتى هم عندهم فكر ويعرفوا ان هم يساعدوا بعضهم، يعني الناس بالناس في الأخير. انت فترة العملية هل تعبتي؟ خوفوك؟ قالوا لك الدكاترة ان ممكن لا قدر الله تصير حاجة او هيك؟ لا لا والله الدكتور عيسى الله يبارك فيه ما خوفني من شيء. والله هو اللي شجع ولدي وهو اللي قال له عمليه وتقبلها، قلت له كان معترض. ايه لكن هو قال له ضروري ما عندي رغبه ما دام امكم موافقه ما فيهاش اي مشكله. قديش ليكم قديش ليكم دايرينها تو؟ تو تمت. قديش؟ كم المده؟ ست سنين توا. ست سنين. ايه. وما ولحد توا الحمد لله كل شيء، ما فيش وجاع، ما فيش امراض، حاجه لا قدر الله. لا والله الحمد لله. لا والله نشكر ربي ونحمده وان شاء الله قد مريض ربي يعطيك صحتك يا رب. والله ان شاء الله اكيد هو في النهايه يعني عمل انساني كبير جدا، اجره موجود اكيد في الدنيا وفي الاخره. انا حابه نسالك يعني هل كان في ناس حابه تتبرع لابنك
يعني هل يعني قبلتي هذا الموضوع او في ناس كانت تحكي معك عن هذا الموضوع ام لا؟ لا 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 ما فيش. لا لا هي قلت لها ماني وليه بصي ربي يعطيك ما فيش حد ساكين دلوقتي. نعم. والحمد لله حتى الحنين من اول محل من جبت في تطابق يعني تطابق الحمد لله هذه هذا فضل ربي في الاخير. اليوم اليوم البنية ما حاولتوش تشوفوا حد؟ نعم صوتك يقطع سيدة فاطمة. نعم والله شفنا بنية ايه واخدة علاج للحساسية ضرب لها غشام تاع الكلى ايه ما قدرش الدكتور قال ما فرطش في الزول قال خليني نغسل الزول ما نضحيش بعافية وسمعت في نفس الوقت ايه خالتها قال ما نضحيش بها الحق اها لا والله شفت معنا حتى في ايه ومن برا وهيك انتم في تواصل قاعدين مع الجمعيه ولا؟ ايه لا لا الحمد لله يعني في تواصل معاهم. ايه ما لقولكمش حد انه ممكن يتبرع خلال الفتره الجايه؟ والبنت الاولى بعيد عليك توفت يعني. حول الله. الله يرحمها. الله يرحمها. لا والله ما زال ما حصلنا حل يا ربي احنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله وكان حد يسمع فينا ان شاء الله يكون وصل صوتك ويتعاونوا معاكم زي ما قلنا الناس للناس في الاخير بكل يعني بالضبط. شكرا لك سيده فاطمه شكرا لك كل الشكر يا رب يعطيك الصحه ويخلي لك ولدك ويشفي لك بنتك ويشفي كل المرضى يا رب ويشفي كل الناس ويخلي لهم اهاليهم بالفعل يعني نعمه الام يعني مداها كبير كبير وعطائها لا يوصف بصراحه ربي يخلي كل الامهات بالضبط. موضوع التبرع بصراحه ممكن انا مش مجربه انت مش مجرب صح. لكن ربما في يوم من الايام انا ممكن تو حد يشوف فينا يقول بتاعنا هذول قاعدين انه يتكلموا علينا وهيكي ان خيره هم ما يبدوش بروحهم يعني صح. احنا نعرفوا كنا نعرفوا الكلام اللي قاعد يصير سواء على التواصل الاجتماعي اللي كنا نحكوا عليه قبل شويه او غيره ثقوا وتاكدوا ان البنادم انا بالنسبه لي كتفكير شخصي انا ما عنديش اي مشكله في الموضوع هذا يعني حتى يوم من توفى عادي لو بيتبرعوا بالاعضاء كلها لان في الاخير بكل حتندفن في التراب فاقل ما فيها الواحد يحيي روح ثانيه يكون سبب في ان روح ثانيه تعيش هذه الحمد لله يعني بالك ربي يحسبونا في ميزان حسناتنا لكن ديما كوجهه نظر انا نقول انا ما نعرفش القدام شن يصير اليوم مثلا خلينا في من الناس يعرفوا كل واحد يعرف ظرفه شني لكن انا نقول القدام ايه نقول القدام والله ممكن حد لا قدر الله من عائلتي يحتاج حد قريب لي يحتاج فديما البنادم يشوف اولوياته يشوف شن عنده شن ما عنداش في الحياه وعلى اساس هذا يتصرف مزبوط. فهذه دعوه للناس اللي في استطاعتها ان هي تتبرع وان هي تساعد غيرها ما تنسوش ان هو ديما حابه نقول لك بس بان ديما الموضوع يقاس على نطاق العائله لو انت جربت من داخل عائلتك انه صار موقف صح حتحس بالاخر وتحس صح. بالغير يعني وربي اكيد هدي. يعني اكيد يشفي الجميع لكن دائما الواحد يشوفه من نطاق العائله يعني واكيد كل مريض ان شاء الله ربي يسخر له يا رب حد يكون سبب في انه هو يتحسن وانه هو يخف ان شاء الله يا رب احنا توا حنمشي موضوع اخر بتاتا ملوش علاقه بالاعضاء ولا باي موضوع صحي دراسه تقول بان التنبؤ بالطلاق قد يكون ممكنا قبل 3 أشهر من وقوعه كيف نعرفش حنشوف صوتها تغير طبعا خلينا توا نبدو نقرو في سلوكيات حياتنا قبل ما نوصلوا للكارثه زي ما يقال احيانا حنبدا بالدراسه هذه الدراسه الامريكيه اللي استهدفت تحديد الاسباب الكامنه وراء الطلاق بين المتزوجين اللي قالت ان من الممكن التنبؤ بموعده قبل 3 شهور وفقا لبيانات محدده. نعم. الفريق البحثي للدراسه حلل اللغه اللي يستخدمها الاف الاشخاص في لحظات الخصام عندما يمرون بازمات عاطفيه مع شريكه او شريك الحياه واكتشفوا ان وجود كلمات محدده اثناء الحديث المتبادل تشير الى قرب وقوع الانفصال بين الشريكين.
يقول الباحثون بأن استخدام ضمير المتكلم أنا بدلا من نحن، وزمان كنا نقرأ فيهم كصاحب الضمائر. فيما يبدو طبيعيا للكثيرين، إلا أنه يعاد بمثابة مفتاح يشير إلى اقتراب موعد الانفصال. الدراسة التي تم إجراؤها في جامعة برينستون الأمريكية استندت إلى تحليل رسائل الدردشة على أحد التطبيقات أو تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بين عدد من الأزواج المنفصلين للقياس على أكيد النتائج. عادي مرات شخص متعود يقول أنا طول الوقت، أو ممكن أنه لا متعود يقول علاقة الضمير يعني مثلا أسلوب اللغة أي. تبدي بدل ما تقول إحنا تبدي تقول يا نابس. خلينا نكملوا باقي الدراسة وحنرجع ندو فيها الموضوع. نكملوا باقي الدراسة. الباحثين ركزوا على محتوى الرسائل اللي يتبادلها أشخاص يمرون بأزمة عاطفية مع شركاء حياتهم، وعلى مدار عامين حل الباحثين رسائل أكثر من 1,000,000 مشاركة من أكثر من 6,000 مستخدم لتطبيق يسمى ريدت. الباحثون قاموا بوضع علامات لغوية معينة يمكن أن تشير إلى نهاية العلاقة المشتركة، ولاحظوا أن استعمال ضمير المخاطب أنت أو ضمير أنا بدلا من صيغة نحن خلال الحديث مع شريك الحياة أو أثناء التكلم عنه أمام الآخرين يدل على قرب نهاية العلاقة. كما قالت الدراسة إنه اعتمادا على طول العلاقة العاطفية يمكن التعرف على التغيرات التي طرأت على اللغة المستخدمة لمدة تصل إلى 6 أشهر مقدما. وبينت الدراسة أنه بمجرد أن يبدأ الشريك في التركيز على نفسه أكثر وليس على شكل العلاقة المشتركة فقد قام فعلا باستبعاد الآخر بدرجة كبيرة من حياته. ونصحت الدراسة بأنه قد يكون من المفيد للأزواج الانتباه إلى لغة شريك الحياة والضمير الذي يستخدمه، لأن ذلك قد يكون مؤشرا على مستقبل العلاقة مهددة، وأن الانفصال قد يكون وشيكا في حال لم تتم معالجة نقاط الخلاف. عبير المفروض تطلع من الاستوديو وتمشي تراجع درس الضمائر وتقعد لي فارس شو قلت يعني فعليا. طبعا الموضوع هذا اكيد يتكلم على الناس ربما عندهم موضوع، مثلا احنا عندنا الطلاق بشكل عام عندنا لي ابعاد طبعًا. دينيه اجتماعيه غيرها، فمش بالسهوله هذه ان تبدا انا وانت معناها خلاص بعد 3 شهور حنمشي نطلقوا. هو الموضوع مش بالسهوله هذه، لكن هم داروا الدراسه على ان ربما الضمائر هذه او اختلافها من وقت لثاني يدل على ان خلاص بدا كل حد مؤشرات على الساحه اخطر راسي وقص، فعادي في القدام حيوصلوا لنقطه اللا عوده. انت ايش رايك في الموضوع؟ لا شوفوا موضوع الطلاق ربما يكون انا بالنسبه لي يعني كعبير هو احساس بالدرجه الاولى، احساس مش عارف احساس بعد اشهر يعني بعد سنه بعد سنتين ربما بعد 10 سنين هو احساس. لكن اتفق مع الدراسه بان اكيد لغه الضمائر هي مؤشر كبير جدا. بدل ما نقول لك مثلا نحن كان شخص من البدايه ديما يستعمل فيه انا، يعني في ناس اتيتيود هيك معين ديما ان هم في الصوره، يعني حتى كمثال انا كهيك انا، فهذا ما تقدريش تحكم عليهم بصيغه او باخرى. صح ممكن. ففي من اشياء ان لا لو اخذناها هيك ركزنا عليها بشكل كبير تبدا مش دليل بالضبط يعني مش دليل قاطع زي ما نقولوا. فخلص بما ان في دراسات من نوع هذا قاعده تندار ابدوا ركزوا شوفوا شو في كلمات قاعده تندار. دروس الضمائر هي موجوده ونشوفكم بعد الفاصل. يلا كتب يجب قراءتها لكن قد لا يتسع الوقت لذلك. في كل أسبوع هنستعرض مع بعض كتاب في دقائق. أسئلتنا الطبية يجب أن نسألها لأهل الاختصاص. دكتور لدينا الكثير والكثير من الأسئلة لك. صحتكم بتهمنا وإحنا جاهزين لأي استفسار.
صراحة موضوع في محلة بما أن شهر رمضان أكيد إن شاء الله على الأبواب. تتميز الثقافة الليبية بنوعيات عديدة جدا من الحلويات والتي تتفنن بإعدادها النساء خلال مواسم معينة. طبعا حنتكلم عليه الحلويات هذه وعن البسبوسة. عبير خدتها بنية صافية وقالت رمضان جاي، تحديدا مع سيدة نعيمة مختار وهي متدربة على إعداد الحلويات. أهلا وسهلا بك سيدة نعيمة، وشكرا أنك أنت كنت معنا في برنامج يوم. نعم اهلا وسهلا بيكم. مرحبتين بيك. اهلا وسهلا بيك. خلينا نسالك في البدايه، انت تخصصتي في موضوع البسبوسه بالذات، ليش؟ هل في اسباب معينه؟ والله لان البسبوسه هي الاكله الخفيفه الظريفه وكل الشباب يحبوها، وسواء الشباب ولا بصراحه من الناس اللي نحب البسبوسه. كنا نحب البسبوسه. نعم. ايه لان فيها عسله وفيها حاجه حلوه خفيفه زي ما قلتي، وخاصه من يدين وخيتي نحبها. طبعا بعد ضجه اللي دارتها البسبوسه في السوشيال ميديا اللي هي خاصه في السحر بالضبط والسحر، فنحن نبغى نوصل يعني معلومه ان البسبوسه مكوناتها بسيطه ومهيات من الاشياء اللي تدعي للخوف، وخاصه مؤخرا ان معظم الشباب ما عادش بداوا ان هم ياكلوا البسبوسه مع انها كانت الاكله الحلويات المفضله لهم. البسبوسه، وانا من الناس العاشقين للبسبوسه. نعم. طيب يعني هل افهم من كلامك بان احنا ابتدينا نبتعد ربما عن حلوياتنا القديمة الأصلية، المقروض، الغريبة، وبدينا نحبه أكثر يعني الأشياء الخفيفة زي البسبوسة؟ إيه لا، هي ما غنى على الأشياء الزمنية، لأن الأكلات الزمنية أو الحلويات الزمنية هي لها أثر حلو. أكيد. وبسبوسة ما تعتبرش إن هي من الأكلات العصرية، هي تعتبر أكلات من الأكلات الزمنية أو الحلويات الزمنية. صح. والحقيقة يعني البسبوسة والمقروض والغريبة يعني أكثر شريحة من الناس يحبوها. والبسبوسه انا على ما اظن ان اكثر من مكان في طرابلس، وانا مقيمه في سبها، لاحظت ان طرابلس فيها اماكن خاصه صح لسلع البسبوسه بالقشطه، بسبوسه بالبسبوسه بتاع الشوكولاته، بسبوسه الزمنيه، يعني من كثر الناس ما يحبوها. في عده انواع اصبحت يعني عدة أماكن خاصة لصنع البسبوسة. صح. وحتى هي بدت أشكال وأنواع في نفس الوقت، حتى اسمها بدأ أعوج هريسة. ف غريب. نسمي فيها هريسة. في ناس هريسة، لكن إحنا الهريسة معروفة الحارة. والهذه اسمها بسبوسة، يعني ما كل حاجة في مكانها. شوفي يعني هي سبحان حاجة طلعت، مش تعرفي قداش التأثير السوشيال ميديا والتلفزيون والأعمال اللي قاعدة تندار بشكل كبير. يعني هو ونلاحظ إنها إيه اللي هي قصة البسبوسة هذه طلعت ربما مشهد ربما وحاجة هيك من باب الكوميديا. شوفي كيف أثرت في الناس وغيرت تفكيرهم بشكل عام. فرايك اليوم الناس بدت يعني قاعدة تأخذ في الكلام هذا وتتغير على الحاجات هذه اللي احنا متعودين عليها قبل، زي البسبوسة زي غيرها. يعني لاحظت المشهد الأخير، إن المشهد الأخير أثر في الشباب واجد، مع أنه كانت يحبوها البسبوسة. صح. بس المشهد الأخير اللي صاير أن البسبوسة فيها سحر وكذا. فالناس واجد خافت من البسبوسة، حتى لما تطلع الكيكة الزمنية والبسبوسة، الناس تأكل البسبوسة، مع أنها البسبوسة لا تقاوم بصراحة. صح. طعم وأكل ويعني كمنظر. نحن اليوم من سبها، من منظمة دروب مع الشيخ معالي، حاولنا نوصل فكرة بسيطة ان البسبوسة عبارة عن مكونات بسيطة جدا جدا جدا، ما يخاف منها شيء. وهذا الشيء اللي صار او المشهد الاخير اللي صار كله منا يعني كمشهد كوميدي او مشهد يعني بالضبط مشهد يعني ما هو اساس من الحقيقه. صحيح. صراحه حلو ان كنت وصلت يعني فكره خاطئه بطريقه يعني زي ما نقولوا لذيذه وحلوه وبسيطه جدا، اللي هي البسبوسه يعني، وربما تتغير النظره اكيد بشكل كبير. يعني هل حابه تكملي في مشوار الطبخ وخاصه في مجال البسبوسه؟ معلش سؤال، يعني هل حابه تكملي فيها الطبخ او في مجال الطبخ وفي اكيد اعداد البسبوسه؟
اي عادي نكملوا مع الشيف معالي. طبعا احنا مايرين ركن خاص في المطبخ في المنظمه وحنكملوا ان شاء الله في المنظمه من البسوسه ان شاء الله. طبعا انتم فعليا الهدف متاعكم حاجه ربي يعطيكم الصحه. ما عندي ما نقول ان شوفي في ناس فكرت لابعاد اخرى بايجابيه وخدمتوا عليها فكميه الابداع رهيبه جدا. هنا اللي بنسالك على تفاعل الناس معاكم، هل لقيتوا اقبال من الناس؟ الصوره بدت تتغير الى حد ما؟ والله اكيد الصوره حتتغير بعد ما نزلوها في اكثر من قناه، وروح الوطن طبعا كانت من القنوات والمنصات الاعلاميه اللي بثت الخبر هذا. اكيد حتوصل لكل بيت، حتتغير فكره الناس على فكره البسبوسه وكيف ان هي البسبوسه يعني طريقه سهله جدا جدا وش مكوناتها، ما فيهاش منها خوف. اكيد طبعا. نعيمه شكرا لك انك انت كنت معانا، شكرا على الشغل اللي دتوه. العفو، شكرا لكم على تواجدكم معنا، وشكرا لقناه روح الوطن على تواجدها معنا. شكرا اكيد لك. شكرا شكرا جزيلا لك. طبعا الموضوع رائع شيق. وحتى مسبوسه حتى حتى الزاويه اللي هم اخذوا منها الموضوع حلوه وايجابيه. طبعا احنا مش خذنا حاجه أصيل، أيمن الشعتاني، سلمى، يعني أبدعتوا جدا، وهذا دليل أن قدرتوا تأثروا في الناس، وهيك هذا دليل عليه النجاح الكبير. احنا مش قصدنا حاجة طبعا، لما قلنا قبل شوية على أنه في مشهد ما أو هيك، بالعكس هذا دليل أن أنتم نجحتوا، لكن الناس كيف خذت الموضوع، هيك تفاعلت معكم بشكل كبير وخذتها إكستريم شتك لمكان بعيد، فحلو. أو في من ناس تانية بدوا يصححوا في الصورة يقولوا لهم لا ري هذا تمثيل بس، فهذه شيء حلو جدا وظاهرة صحية هلبة يعني. تحت شعار بالعلم نرتقي، نظمت كلية الهندسة بجامعة صبراتة بالتعاون مع مؤسسة ليبيا للريادة والابتكار احتفالية باليوم العالمي للأردوينو وسط حضور الطلاب وأساتذة الجامعات وأيضا حتى المهتمين. طبعا البرنامج اللي يهدف إلى صنع جيل رقمي متخصص بالمشاريع غير المكلفة كان بمشاركة نخبة من المتخصصين، وتضمن عروضا مرئية عن الأعمال اللي قدمها الطلاب كمشاريع تخرج، مداخلات مرئية لمتخصصين خارج ليبيا، ومعرض للابتكارات الطلابية استعرضوا من خلالها الأعمال والمشاريع المتميزة. نعم، حنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور الصديق الدباشي عميد كلية الهندسة في جامعة صبراتة. مساء الخير دكتور. دكتور أيوة معكم على صوت. مرحبا، أهلا وسهلا بك. مساء النور، أهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتور الصديق. أهلا بكم وأسعد الله مساءكم. مساءك سعيد. أهلا وسهلا بك. إحنا طبعا موضوع الأردوينو وقناة ليبيا نغطوا فيه كل عام، بس السنة هذه أكيد كل عام حنستمر أن نغطوا موضوع الاحتفال باليوم هذا. لو ترجع تذكرنا توا بموضوع الأردوينو والتفاعل معاه وش الهدف منه؟ نعم. الأردوينو طبعا أنا رغم أنني مش يعني كعميد كلية لست متخصص في الهندسة الإلكترونية، ولكن الأردوينو بشكل بسيط هو عبارة عن لوحة إلكترونية أو بروسيسر أو معالج أو ممكن نقوله كمبيوتر صغير رخيص الثمن مخصص لأغراض معينة ويمكن نعم دكتور صديق صفحة كبيرة. نعم. بس غير صوتك قطع، تفضل كمل. التطبيقات طبعا يعني تتراوح من ربما تشغيل غسالة أو آلة غسيل أو تشغيل مثلا ترافيك لايت اللي هو يعني الصمافر احنا نقول باللهجه الدارجه، او تشغيل اي منظومه بسيطه الى تشغيل اشياء كبيره اكبر من هيك، او منظومه ري في مزرعه وغيرها. يعني هو بسيط وميزته انه هو السعر بتاعه غير مكلف، فيمكن استخدامه من الباحثين الصغار او المبتدئين انه يقدر يستخدمه في عده تطبيقات. وايضا هذا الكمبيوتر الصغير يمكن ربطه بجهاز حاسب الي كمبيوتر اللي هو لابتوب او ديسكتوب، ويمكن برمجته باستخدام عدة لغات منها لغة سي أو سي دبل بلس، فيمكن برمجته لغرض معين يقوم بتشغيله، زي ما تشوفوا أنتم توا في المعرض اللي أمامكم في الصور
يعني عدة تطبيقات من مشاريع لطلبة ومشاريع للناس ثانية يعني باحثين أو حتى هواة يعني ما هم مش مهندسين صح. لكن ناس هواة اشتركوا معنا في المشروع الأرضي. نعم المشاريع التي قدمت من خلال هذا التطبيق دكتور صديق لو تحكي لنا عليها شوي. والله في عدة مشاريع يعني واحد من المشاريع المتميزة التحكم في طائرة الدرون يتحكموا فيها عن طريق الأردوينة وكيف تتحركتها وكيف آلية تصويرها. مشاريع أخرى تتمثل في تقاطع طرق يعني هو مزيج من الهندسة المدنية والهندسة الإلكترونية مع حساسات. مشروع آخر في الطرق أيضا في الهندسة المدنية يتنبأ بالشقوق أو التشققات في الطرق قبل ما تحدث إذا كانت في شقوق غير سطحية في الطرق داخل من تحت يعني من قروش نشوفها فيدير عملية إسكان للطريق ويعطينا بيانات على الطريق الأماكن اللي ممكن تحدث فيها تشققات في المستقبل فبالتالي يمكن معالجتها قبل ما تصير وعدة أشياء ومن ضمنها الذراع الآلي زي اللي تشوفوا فيها عندكم يعني ممكن يستخدموه زي روبوت لقيام بمهام محددة مثلا تعبئة صناديق أو طلاء أو شيء زي هذا. ميزة البرنامج هذا زي ما تفضلت حضرتك قبل شوية وحتى شفنا في الصور وبحسب ما نتابعه في الموضوع أنه يستهدف حتى في الفئات الصغيرة كهواة وربما ينمي مع الوقت أكيد حيتنمى الموضوع هذا. هنا في البلاد هل في مكانات ممكن تهتم بهم وتزيد تطورهم أكثر في المجال هذا خاصة أن في مشاريع ربما تكون جزء من التنمية في البلاد؟ والله هو في حاضنات الأعمال طبعا مشروع حاضنات الأعمال وإحنا نحاول حاضنات الأعمال ونحاول إحنا نكونوا على تواصل معهم كان أيضا من ضمن الحضور معنا كان الدكتور عبد اللطيف القاضي يعني حتى هو مدير شركة خاصة وشركة خاصة بريادة الأعمال وترعى في الباحثين الشباب فحتى هو كان موجود معنا وشارك معنا في الموضوع هذا هي كانت معنا مشاركات أيضا من خارج ليبيا ليبيين طبعا مقيمين او عندهم مشاريع او شركات خارج ليبيا في المملكه المتحده تحديدا كان معنا الدكتور فؤاد الضاوي تقدم معنا في مشاركه اونلاين وقدم شيء من الشركه بتاعه وممكن حتى يتبنى بعض المشاريع ايضا الدكتور مبروك الفراح كان معنا حتى هو ومدير شركه ميكان ميكا كنترول في المملكة المتحدة وهي يعني متخصصة في منظومات التحكم الإلكتروني فهو نفس الشيء قال يعني على أساس إحنا عندنا تعاون معه إنه يتبنى بعض المشاريع ويساعدنا في الأشياء باعتبارها يعني مصدر للتكنولوجيا أكيد ربما دكتور صديق يعني الخبرات مهمة جدا في هذا الموضوع المشاركات زي ما قلت حضرتك من خارج ليبيا ودكاترة ليبيين مهم جدا أيضا يعني التكنولوجيا يعني أصبحت عالم كبير وأيضا محتاجينها في ليبيا بشكل كبير يعني ربما أعتقد أن النقص يعني بعض الشيء في ليبيا في مختلف المجالات في التكنولوجيا كيف تحاول بكم تساعدوا ليبيا في هذا المجال من خلال هذه المشاركات؟ يعني يا ريت لو توضح السؤال بصوره اوضح كيفيه الاستفاده من الخبرات التي موجوده خارج ليبيا كيف نستفيد منها داخل ليبيا في مجال التكنولوجيا بالذات في ليبيا والله احنا قمنا بتجربه زي ما قلت لك مع بعض الخبرات الليبيه الموجوده خارج ليبيا بمثل بدايتها كانت بصفه شخصيه التواصل معهم وحاولوا نقحمهم معنا في اي منتدى او اي ورشه عمل او اي نشاط علمي نحاول نكون على تواصل معهم شاركوا معنا في عده مؤتمرات في السابق كان في السنه الماضيه كان في المؤتمر الهندسي الثاني احتضنته كليه الهندسه صبروتا شاركوا معنا حتى ما بورقات بحثيه شاركوا معنا ناس حتى من المانيا في نفس المؤتمر شاركوا معنا في ورشه العمل من ضمنها حاليا احنا نشتغل على ورش عمل او مشروع تطوير التعليم الهندسي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل فهم مشاركين معنا والدكتور فؤاد الضاوي بالذات يعني هو حتى حاليا عنده برنامج في وزاره العمل والتاهيل في الموضوع هذا بحيث انه يتجه التعليم الهندسي الى الجانب العملي والجانب اللي هو مطلوب في سوق العمل فهذه الخطوات الجايه بعون الله نشتغل عليها حنقيم عده ورش عمل حنستضيف فيها عده جهات يعني عندنا تواصل مع عدة جهات محلية وخارجية زي شركة مليتا النفط والغاز اللي هي طبعا داعم لنا المؤسسة الوطنية للنفط الشركة الليبية للاتحاد الصبر شركة عامة الكهرباء دائما عندنا تواصل وعندنا
في المستقبل حتكون ورش عمل معهم. شركة تويوتا أيضا حتى هي مشاركة معنا وتتبنى في عدة شركة تويوتا طبعا هي الفرع الخدمات اللي هو موجود في مصراتة يتبنى في عدة طلبة وقام بحتى أعمال معهم يعني عمليات تدريب في تبنى مجموعة من المهندسين خريجي الكلية وهذا اللي نسعوله في المستقبل إن شاء الله. حلو. هنا أنت ذكرت جزية مهمة أن أنتم قاعدين تتواصلوا مع الشركات في سوق العمل وبش قاعدين تشوفوا. هل بديتوا في إجراء دراسات يعني بحسب ما نتابع الأيام اللي فاتوا على السوشيال ميديا وغيرها في شركات هل بدأت تتوجه في الاتجاه هذا؟ يعني مثلا ليبيانا هي شركة اتصالات وغيرها توا قاعدة تخدم عليه روبوتات إن هي تتكلم مع الناس بالعامية وغيرها وغيرها من البرامج وغيرها يعني خلي مغير الابليكيشنات ومن غيره ومن غير اللي بدأ يطلع اليوم. هل درتوا دراسة للي قاعد يصير توا في السوق وبش تقدروا توازنوا يعني بالمخرجات اللي من عندكم أو من دوراتكم وبين ما يطلب السوق؟ والله هو احنا حاليا شكلنا المدة الماضية يعني من حوالي أشهر فاتت طبعا بسبب جائحة كورونا تعطل الموضوع شوية شكلنا لجنة سميناها لجنة تطوير المناهج والتعليم الهندسي. حلو. اللجنة هذه بدأت تشتغل وبدأت تتواصل مع مجموعة وفي الخطة بتاعها ان تدير ورش عمل وحتدعو لها أصحاب العمل أو أصحاب العلاقة نسموا فيهم أصحاب المصلحة يعني اللي هم شركائنا نعتبرهم اللي هم في يعني الجهات اللي بيشتغلوا فيها مخرجات كلية الهندسة. حلو. فعلى الأقل يوفونا ووزعنا حتى استبيانات على الأقل يعطونا شنو المطلوب من خريج كلية الهندسة ليكون الأشياء اللي تنقص يعني هل كل المهارات اللي مفروض تكون عنده زي ما نقول مهارات كمبيوتر خاصة مهارات عملية لغات شنو الحاجات اللي جيدها لازم يعني وشين حتى نوع المناهج اللي مفروض تتغير يعني الأشياء المفروض تتطور بحيث أنها تواكب ما مطلوب من سوق العمل. والحمد لله عندنا تجربة ناجحة يعني عندنا مدة فاتت مجموعة من الخريجين من قسم الإلكترونيك مثلا شو اشتغلوا في شركة خاصة تصنع في المولدات وبعد مدة جاي طلب مننا مجموعة مهندسين ثانيين يعني من نفس التخصص لأن لقى أنهم يواكبوا التكنولوجيا اللي موجودة حاليا وهذا اللي نسعوله احنا يعني إن شاء الله. أكيد. دكتور صديق أنا بما أني قريت في هندسة في جامعة طرابلس نقول لك كان فعليا الكلام هذا تطبق ان انتم قاعدين تتواصلوا مع الشركات وتشوفوا شن قاعدين يبوا بالضبط وعكستوا الموضوع هذا على الطالب نفسه. انا ناكد لك ان ليبيا مش محتاجه العشر سنين اللي ندوا عليهم او العشرين سنه لان فعليا احنا نبوا نواموا الناس اللي صحيح. تقرا مع شن بيخدموا بعدين. ربي يعطيكم الصحه على الشغل هذا. والله والله يا ريت احنا نتمنى الكلام هذا وفعلا نرى فيه خامات يعني حتى طلبتنا طلبوا بشكل عام يعني راوا فيه يعني طلبهم متميزين فعلا يسعوا ان يقدموا حاجه لبلادهم ويكونوا هو متميزين ونسال الله ان يوفقهم ويوفقنا ان احنا في نكونوا في الشكل المطلوب يعني ان شاء الله يا رب. إن شاء شكرا على الاستضافه وبارك الله فيكم. شكرا لك دكتور. ليك دكتور وشكرا لكل المهندسين اللي معاك ربي يعطيهم الصحه. اعتقد بان كل المجالات وخاصه التكنولوجيا في ليبيا سوف تلقى النور قريبا واكيد حنتطوروا في الكثير من المجالات اعتقد بهمه الشباب الليبي والشابات الليبيات. بالضبط. انا هذه بس النقطه الاخيره دوت فهم مع الدكتور لان انا حتى انا من خريج الجامعات مش انتقادا لها لكن بشكل عام ان فعليا قبل كان كميه الدش يعني نقرا في هندسه نفط ونقرا يعني في دش الجانب الدش كميه رهيبه جدا بينما العمل اهم لكن هي في الاخير بوكل لان في الاخير بوكل حتاخذي منها مهارات معينه اشياء بالزبط. واحد زائد واحد تساوي اثنين مش محتاجه لكل هذا فلو طبقت ان فعليا يعطوا كل طالب الشركات بعدين شن محتاجه احنا هيك والحاجه حنوفروا مجهود حنخلوا طاقه عند الطلبه ان هم يطلعوا ويعطوا ويبدعوا عندهم المهارات الاساسيه ما تخلطش بمهارات ثانيه ويبدا الموضوع خاش بعضه مزبوط. يعني بالعكس الكلام هذا يفرح هلبه ومنطقي ومبشر جدا. ومبشر لان اي دوله حديثه ربما تكون ناجحه او نجحت بشكل كبير هي الدراسه او الموازنه بين التعليم صح. والخريجين وبين متطلبات سوق العمل فاعتقد شيء مهم وشيء متكامل كبير جدا. طبعا احنا بالاخبار الحلوه هذه وبالكلام اللي سمعناه من الدكتور قبل شويه حنكون وصلنا لختام حلقه اليوم
غدوة طبعا أكيد في نفس الموعد. غدوة حلقة جديدة في نفس الزمان ونفس المكان على القناة ليبيا روحها الوطن، حلقة جديدة من برنامج يومك. يا رب نتمنى لكم مساء السعد ونشوفكم على خير وصحة وسعادة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.